ولو قتلونا كما قتلونا ولو شردونا كما شردونا لعدنا غزاة لهذا نحن نختار أعمال محترمة من إنتاج المسرح الوطني أو من إنتاج شركات خاصة أو من إنتاج مراكز الفنون الدرامية والرقية، ثم نترك الجمهور هو الذي يحكم. شكرا لإدارة المهرجان على تكريم هدايا. دورة الإصرار، دورة التحدي، ومهرجان حلو، وبالأخص الافتتاح اليوم سلة 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 سلة. نجيو كل مهرجان، كله نجيو من الأول للآخر. اليوم مهرجان حلق الواد راهو مش أقل شأن من مهرجان الحمامات، ولا أقل شأن من مهرجان كارتاج. جمهور حلق الواد جمهور ذواق للفن والإبداع، ويحب الثقافة، يتنافس ثقافة. تحيتي يا الأولاد، تحيتي تحيتي في بالكم يا الأولاد اللي أبعدنا نجم نطيروا في السماء. نحن بأنوار من الخمر في الحلال، كوميك سمباتيك سعيد جدا أنه اللي رسمناه وصلنا له. الهدف الأسمى من هذا المهرجان هو أن نحتفي ونحضن المواهب الشابة. ضرورة الفضاءات الثقافية في المناطق المنسية وفي الأحياء الفقيرة وفي المناطق الداخلية، فنحيو من توا فماش ما الجيل الجاي يلقى وين يمارس الفن متاعه باش ما ينحرفش ويمشي لطرق أخرى. ونحن فرحانين اللي شفناه، نحن فرحانين سيتي اكسترا بالحق، معناتها صحيح شعور مختلف. مهرجان كبير برشا، مهرجان تاريخيا عريق وباسمه، فانا من نجم نكون كان فرحان قبل العام. يا حبيان راني نعم في ابتدائي جانا وامي ديريكت كراماليزي كرواسون شيفرولي. شبيه كذب بشبيه ولات بول صلي، ما عندكش ريزورة. الو الو اي نسمع فيك. وصلت باهي كيف عليك لامي تو نحكي لك كي نهضر. علق انتي يا علق انتي يا استعرف لي اللي هو عرف بنات قبلي. عادي مش عرف قبلك ومعاك وبعدك، من هو باش راجل واسألني قال لي حبي انت عرفت ولاد قبلي. اقسم بالله فمك نشركولك انت ايه عايط لك الاخرى قالك يحبني صاري مسوي ريحتك استل والخيشه وريش قد جابوا ديك 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 ديك
خويا صيله بيصلي على النبي نعرفهم الفات يحطوا جبهوني ما عندي قدام حدو كيفاش عمي جبهه هاي تصيروا جنب في داري خويا صيله بيصلي على النبي اطلبوا 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 هاي الجبهه مهرجان الكراكة أكيد مهرجان عريق دورة 48 نعرف اللي فيها مجهود كبيرة من المديرة من الناس المغرومين اللي قاعدين يشتهدوا في دور انتظار هذا المهرجان لأنه عنده بوتنسيال كبير ونجم يكون نقطة إشعاع مصدر قوة المنطقة وهو خارج عقله غير ما بيفرس اللي دايرين بيا الكل عصاصة يا وشحة هذه المسرحيات اللي كما قلنا ربما ما تلقاش بلاستها في مكان آخر موجودة في الدورة 48 لمهرجان البحر الأبيض متوسط بحق الواد عملوش مع اللاتة بنت عملوش مع دوية خيري وغريمي دي كونت لي كارت دو كريدي سيرت الحسين الله يرحمها الله يرحمها حاج وعسوس ومهين منه هكا ما اشتعمل حتى شيء لما تشاور هكا شاورك انت نطفة من بولتي قطعة من بولت بولتي والله يا شوف احنا ساعة يعطيك الصحة على الاستضافة احنا فرحانين برشا اليوم ان نشاركوا في الدورة هذية متاع مهرجان حلق الواد اللي تتسمى دورة التحدي على خاطر نعرف اللي مدير المهرجان تعرض لبرشا مشاكل ومن مالغريسا شد صحيحه وتم المهرجان والحمد لله وكان لنا الشرف ان نشاركوا فيه مش انت حتى ولا بعد كيف كيف ها والله عاد دي انا عرفان بيتو تنوريك المعرفة اشتح بتنوريك المعرفة اشتح اشتح الليلة 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 عزيزتي الليلة دبدوبة تفصل كل شيء الليلة اشتح منين مسكين جلول بوجعبة جلول بوجعبة مدير شركة اشعاب المعدنية يا شاذة انت هبان انت بليلة بتحبوه ايا شو انت محترم روحك يا يا عكيسك يا سي جلل عكيسك كل شيء ولا عكيسك إنما هو في دماغ الظالم والإرهابي. Oh no, impossible! The powerless tales. هذا لم يحدث من قبل ولا من حال يا جلالة السلطانة. ولكن نوايا كفاية. أنا شخصياً قعدت بين حبيب كما تقول أنت توا الفنان اللي هايم مع هذا العمل الجميل وبين التنظيم ومدير المهرجان. فاليوم الفنان هو اللي جبدني اليوم شيخة انا شخت عزيزة بولابيار في عمر 75 سنة واقفة وقفة السلطان عزيزة عثمان أخشى عليك من الخطر من المعارك الدموية الآتية لن أصبر عليك لا تخافي ورهائبكم القصيصة في الكرامة والمجد والسلطان أضيع الجمهور
مش برشا لكن قرب من المساك تسمح حسوا الناس كل تتبع وتبعوا المسرحية كما يلزم وصفقوا وقت اللي يلزم ويتكاوا مع محلاه ومحلاه فرد فعل معناتها حرق العادة. والله أول ما فتح المهرجان أول عمل خدمت فيه أنا وأنا عمري وقتها زدت ما عملتش حتى لأربعين سنة أول عمل هو الهاني بودربالة اللي أنا خدمت فيه خدمت خاطر كان خاطر الدول المسرحية دي دولت عليها ثلاثة ممثلين راضية والثاني سعاد محاسن وأنا أنا كنت خدمت أول عمل في الكراكة هو لكن مش هنا اللوطة. أول سهرية في الكراكة كان عمري ستة سنين جيت. أما هو كما علم يلزم يتلاقوا بي أكثر من هكا أنا هو يسخفره يتقول كيشوف وتشوف تمشي من اللوطة وتشوفك الخراب اللي فيه من اللوطة ماذا بيه كان يتصلح ويتلاقوا بيه يتلاقوا بيه أكثر من هكا. أنا فرحانة اللي من عام للعام يتفكروه ويقيموا فيه المهرجان خير ما يكون منسي كومبليت. وانا ماذا بينا كان الكراكة تولي كل جمع عندها يتلهوا بيه ويقيموا فيه نشاطات أخوة منها. ليلة الفن الشعبي كلمتين هو ما نجمش كلمتين ولكن نجم كل كلمتين برافو فيليسيتاسيون مستوى عالي استقبال كبير تنظيم محكم ان شاء الله يواصلوا هكا ولما لا يتطور البني هذايا وتتلهى به وزارة الثقافة وتعطيه هكا لمسات متاع ترميم كبيرة طيب يولي كارتاج وخير من كارتاج ويولي حاجة اسم كبير خاطر هو بالحق اسم كبير هو ثاني مهرجان بعد كارتاج. الناس تسمع كلمة الكراكة بركة جي تجري وأنا فهمت هالحكاية والله من التليفونات والكلام والميديا والناس كل معناها تعلقت بالموضوع على اسم الكراكة بركة خاطر اسم كبير وقديم وخادم عليه أجيال وأجيال وأجيال وكان النجم نتصور ومعناها كان 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 برج معناها ثقافي أقدم من كارتاج والله أعلم ما نعرفش أنا التاريخ بالكدا ولكن هذا معلم أمانة في رقبة الناس كل. أنا لو جيت ولد المنطقة أكثر بلاصة نضرب عليها البلاصة هذه مسرح مزيان كبير وفيه برشا تاريخ وبرشا حكايات وبرشا حاجات تحسهم اللي هي من أصولنا. أنا أنا الآن في منتصف العمر تماما أقطع المسافة بيني وبيني أتدثر بصمتي في مهرجان المحلب المتوسط مهرجان عريق هذه الدورة يمكن 46 7 ما نعرفش 48 يعني مهرجان عنده اسم وعمل برشا إنجازات وتعديه على الركح هذايا نتاع الكراكة هو اسمه مهرجان الكراكة من الأول من بعد ولا اسمه مهرجان البحر الأبيض المتوسط
معناها ممثلين كبار وخذا اسم، ولا مهرجان معناها قومي، الناس تمشي وتجي وتغرموا ولا يعرفوه. بالنسبة للسناء حب يظهر لي أنا معناها حبيب المنصوري هو مدير المهرجان، حب يرجع العادة، خاطر هو تأسس أساسا على المسرح. المؤسس نتاع المهرجان هو هذا، هو المرحوم المنصف السويسي، هو اللي أسس المهرجان وهو اللي حب يعمل له الخصوصية متاعه ويقعد يعمل كان المسرح برك. معناها بالتقادم السنين وكذا وبتداول المديرين كل واحد يجيب رؤية جديدة وخرج على المنطق اللي نتاع سي المنصف السويسي المرحوم السناء وعمناه. وقلت لك يا حبيب حب يرجع العادة اللي عملها سي المنصف السويسي الله يرحمه. تصوروا انه باش يتلاشى بفعل السينما والميديا، لكن ماهوش باش يتلاشى، لانه هو البدء وهو النهايه، هو اللي بدا في الكون هذا، وفي نهايه الامر باش يبقى المسرح على الفنون الاخرى. حس روحي وحدي في الدار هذه غريبه، مش داري، دار امي، عندي بيت الفوق، نقعد بالليامات نسكر على روحي، كيف نقلع خدم الموسيقى، نبدا لا ماهيش باينة. سعيد جدا أنه فما جمهور، قالوا فما جمهور، لا جمهور ما زال إلى حد الآن الجمهور متواجد، وقد تسمعوا في العرض ما زال متواصل. الحمد لله الكراكة عادت كما كانت وأحسن بالجمهور، لهذا الجمهور الكريم. إذا كان صارت أي حكاية أمسحوها فيا، الله غالب تعرفوا اللي الجمهور هذايا فرحانين أن الجمهور يشد في الصف، مش على السكر وعلى الفارينة فقط، ولكن على المسرح والعروض الفنية. تصفيقة كبيرة على الجمهور العزيز هذا، بالحق فرحانين لأنه حتى سياحيا وقع الترويج أن تونس نشدوا كان على تونس، المواطن التونسي هذا الجميل المثقف السعيد يشد الصف ويعارض باش يدخل لمشاهدة عرض مسرحي. كما أتعهد كذلك بأن أجيب على مكالمات المواطنين، الفقراء المساكين المحتحتين المشيتين جواع العطشانين اللي في حالة، والمتقاعدين أيضا. جربني وبعد أبعثني وبعد أحكي معايا شبيه بشطرتني يا سيقا يا سيس برا نوليش كما أنس جابر تبطل طب لك المرأة، شفتك النص حنا جيبنا فيهم حجم الرلع قلرة، أقسم بالله تحية. نحن غرابة عن الحكومة الظالمة، وخبز وماء وهاتي الويرة لا، خبز وماء وهاتي الويرة لا. سب فيا ها؟ سب فينا؟ سب في الناس اللي يخدموا في بلاد والعباد؟ تعرفني أنت شو تسبني؟ ها؟ تعرفني أنت؟ أقعد هكاك باش خليها لكم الحموسة وعريضة، كرهتك البني في جمال مجعبة. صدقني تقول بيت في سيلون أختك، وهو اخفش لشيء، ويا بابا وذنيك البارابول ملاوح مع المخاتم.
قررنا نحت رئاسة الجمهورية القرار الأول. احنا كيك اخوي دخل يمشي يمشي مكسر في قصيد رئيس اخت رفيسة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاتين الوطنية الثانية نفرد في فوزي بالقمرة بنادر منا المغادي ودريبك يلبسك شميزك المنطاد تهز الريح شعرك الشيب خالد وعروقات شرطلة وكرقصات معاها الكل خويا قول ضربها الضوء والميكرو مخوضها يقمر الليل انا ذقت الويل. قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. عرفت السين اللي عملتها على الفيديو حاجة شغال لأحمد سعد أهل مرات تونسية شفيكم ساكتين يا أخي راس المرأة كان ما يتكلم ساكت رجلها ساكت شوف حنينة كيف وين وين وعدي وين وين شفت برنامج ممتاز عند مهرجان البحر الأبيض المتوسط السنة في الكراكة برشا فن برشا مسرح يعطيهم ألف صحة. والله مشكورة إدارة المهرجان آمنت بينا رغم مازلنا جدد راهو الحقيقة. مستحيل تكون صدفة مستحيل يعني الصدفة في البرمجة نتاع مهرجان الكراكة في الدورات اللي أنا شرفت عليهم على الأقل ما فما حد شيء صدفة فما حد شيء صدفة كل شيء مدروس ومدروس جدا حتى الـ 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 الريتم اللي مشى به البرمجة من أول عرض إلى آخر عرض هو ريتم مدروس بالقداء بالقداء متى هذه حبيب. ونحب نشكر مسيرين المهرجان أنه خموا فينا واعطاونا الفضاء هذا باش نقدموا حتى في آخر مراحله معناها في الأخر احنا وصلنا وكنا موجودين وشرفنا وهذا مهرجان عريق ومهرجان مهم فيلزم يقعد ويلزم أهالي المنطقة هوني والناس اللي تدافع عليه تدافع عليه بالقداء وتجيب الميزانيات وتحاول أنها تلقى حلول باش مهرجان كل كراكة اللي هو مهرجان عريق يقعد كل عام. فمن الخازن وعبد الباري عطوان ونجيب محفوظ وبالكزيز وفرنش فودة وغيرهم 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 قدام باب الجريدة بعثوني برقية باش نباشر مهامي كصحفي طلعوني الطبق الثاني ونديروا رئيس تحرير لقيت كرسي فارغ قعدت مستنى ساعة ونص
مسؤوليها يقولوا عبا وما عباش، وقعدنا في دز على الخيلة وهيت مكلاوي، شنو اللي تغير مع أبار ساعة ونص والناس شيخة وكل شيء؟ احنا مع انه يتعبوا المسرحيات والناس تشيخ وكل شيء، ولكن كذلك مع طرح اخر، مع دوتر كونسيبت. وجاية يقول للشمس انا نذوي ليل ونهار، زين لم حضراتها البلاد الكل، غزرت له وتبسمت، حسيت ببدني نمل وسقايا يبسط، قربت لها وكتبتي تحتي، وبديت لها بسامح قاسم ومحمود درويش، وكملت لها بنزار قباني ذات. قال اسمعني ولدي، تعرفني انا شكون؟ انا شرف الدين الزموري، صحافي قبيح ما يرشفها لحد وكلمة الحق يقولها. انا هزوني وهبطوني وضربوني ووقفوني، جوعوني وشردوني وهجروني. يعني يحب يكسروا فن جاد، يقول لك هذاك نخبوي، يولي الببليك ما ينجمش يتفاعل مع العمل هذاك. ولكن الحمد لله كي نشوف اليوم في الكراكة الجمهور، ونشوف الناس كيفاش وكيفاش خارجين فرحانين ومعتزين بهالعمل هذا، يفرحني برشا برشا. وذاك ولد طيش عليك من الاخر، والحق يولي باطل والباطل يولي حق، ومستحيل نجم تفرز بين الباهي والخايب. الجميلة هذه، سعيد جدا هذه الليلة بأن يكون هذا الجمهور الغفير محلول بنين اللي جانا الليلة لمواكبة سهرة من سهريات الدورة 48 لمهرجان البحر الأبيض المتوسط بحق الواد. هذا الجمهور اللي احنا نحبه نربيوه في مهرجان الكراكة. هو عنده طريق، ماخذ الطريق نتاعه من الاول، انه فرض المسرح. الجمهور يتربى، تعرف معناها ربي جمهور؟ يعني انت تربيه بالمنتج اللي انت تجيبه. الوغ كي انت تفرض انه يكون فما مسرح وفما مسرحيات، الجمهور المره لا يسمع يجيك شو، من بعد تالي كل مره يتكون يتربى الجمهور هذاك، فمن دوره لدوره يكون عندك جمهور اكبر، وتكون فما عباد انت اللي اكثر بالمسرح، وتفهم اهميه المسرح مش كان في الشتاء وفي صالات مغلقه ولا في جي تي سي في ايام خارج المسرحيه، حتى في مهرجانات كيف كي معناها في فضاء مفتوح ومهرجان الصيفيه مهم. عشنا 15 يوم من العروض الفنية المسرحية الفرجوية الراقية المهمة وأهم ما يوجد في الساحة الثقافية التونسية. سعادة جدا أن هذه الدورة كانت دورة متميزة ودورة التحدي كما قلنا في الافتتاح على كل المستويات، وكسبنا التحدي والحمد لله. تمنيتنا أن هذا الفضاء اللي احتضن هذه الدورة بكل تحدياتها والنجاح اللي اخذاه يبقى لإقامة هذا المهرجان. خوفنا كل الخوف أنه السنة القادمة لا يمكن إقامة المهرجان في هذا الفضاء لعدة أسباب أنتم تعرفوها. كل الشكر إلى كل المتدخلين من بعيد أو من قريب لإنجاح هذه الدورة، وأخص بالذكر أعوان بلدية حلق الواد، وأصر على أعوان بلدية حلق الواد عونا. تصفيق على سي مهند العمراني اللي هو أمين من المهرجان، وليد أبو النور موجود كاتب عام المهرجان، لأنه هما يستحقوا التكريم قبل أي واحد. كذلك إنصاف اليحيوي هي توا في مهمة خاصة في جربة، تسلم عليكم وتعتذر، وسي عبد الستار أعمامه. زوز مستشهرين اللي هما كانوا الداعمين الأساسيين لهذا المهرجان، اللي هما الممثل عن شركة بيم تاكسي هي، وخاصة
الزوزة دوما اللي حتى 7 سنوات ما كرمنا كل الفنانين وكرمنا الأموات والأحياء على هذا الركح ولم نكرم أنفسنا. اليوم أنا قبل كل شيء باش نكرم الناس هذوما اللي فريمو واقفين من الصباح لليل باش هالجمهور هذا يجي يلقى العروض اللي ريدوها الكل. كذلك باش تسمحوا لي سي هشام جيب حدانا عصير مدام الإمام شحوالك مرحبا بيك سي هشام. مرحبا بيك سي هشام. إذن كذلك سيقع تكريم والفن والثقافة بدون مستشارين ما لازمش يكون. شكرا جزيلا وتحياتنا إلى السيد المدير العام لشركة تيم. كذلك شركة اتصالات تونس. اتصالات تونس اللي هي كيف كيف أصرت أن تكون كيف كيف هذه السنة حاضرة معنا بكل ما لديها. الممثلة عن اتصالات تونس مرحبا بيك. تصفيق عليها مرحبا بيك كريم. باش ما ننسى حتى حد كما قلت سمير كنا كل العاملين زياد أجلاسي شباب اللي واقفين بكل ما لديهم شباب الهلال الأحمر تصفيق عليهم لأنهم بالحق شباب من الصباح من اللي يجي وحد اللي يروحوا واقفين وقفة صحيحة وأولاد حلق الواد ويحبوا حلق الواد ومؤمنين بهذا المهرجان. شكرا للأمن اللي كل ليلة محدانا. شكرا لرئيس مركز حلق الوادي اللي يجي بنفسه كل ليلة الحضور. شكرا للحماية. شكرا لكل كما قلت من ساهم من قريب أو من بعيد لإنجاح هذه الدورة. جريدة سيسون ديزنوف اللي ساهمت بالكداب الكداب في إشعاع المهرجان هذه السنة. مرحبا بكم وسهرة ممتعة وجميلة. يا ويلي كانوا خطرنا
القصار يا لامعة في العلالي يا مراية يا فرحة يا صغاريت الصبايا والله صارت الاختتام يقول لكم ختامها مسك هذا هو. عسلامة ومرحبا بكم في سهرية الليلة الجميلة في حلق الواد اللي نحبها برشا برشا. ما شاء الله عليهم، ما شاء الله ما شاء الله، بصراحة ما كنتش متصور اللي فما معناها كيف هكاك في تونس، بصراحة شيء كبير. حاجة هايلة، حاجة روعة، حاجة هايلة ياسر حق. ما نجم نقول كان روعة خاصة. والله المهرجان بيانسيور مهرجان عريق وقديم برشا، ومهرجان حلق الواد، وإحنا تأسفنا للكلام اللي تقال من اللول اللي قالوا مدير المهرجان حبيبي اللي نجم العام الجاي يكون ما فماش المهرجان، ما معناها ما يعملوش لهنا في الكراكة. صراحة عجبني برشا تنظيم، وهو مبدأ فرهدنا فيه برشا برشا، وزيد أخلاقه الاستقبال الحفاوة اللي صراحة أنا جيت هذه التو الثالث ولا رابع سهرية، تبارك الله ما شاء الله عندهم أخلاق، معناتها متميزين على المهرجانات الأخرين، صراحة نقول لك الحق، مشيت لكارتاج مشيت لبرشا، أما مهرجان كراكة يعجبني الحق. تحية الجزائر، وعجبتني بزاف تونس، ونصح الجزائريين جو تونس. والفرشة فيه ممتعة، معناها تيا ناس وقت تبدا تفرج تبدا مرتاح، مالغري مش معناتها كونفورتابل القاعدة وكل، مي مالغري تو سا تحس الأمبيونس كينية عائلية، معناها تحس روحك في راحة كبيرة، والعقود كلها ناجحة، والعقود كلها باهية، ومتناول الناس كل المتوسط يجي لاباس عليه يجي، الناس كلها تفرهدت الناس كلها تفرج. احنا متعطشين إلى مكان أولا أنتيم، اللي تخيز أنتيم، مكان كي تلم فيه تحس عائلة كبيرة ملمومة، وعروض منتقات بطريقة جيدة جدا. هذا يأسفنا في فضاء كيف هكا بالقيمة هذية وبالجمال هذية معناها، ونفقدوه هذية حاجة، أول حاجة معناها حاجة كان معناها تقلقنا، وماذا بينا مهرجان كيف هكا ما نخسروش في حلق الواد. كنت حبوا وين، وفما مراقتي أنا راني في سلطة عليا وعندي بوفوار باش نتكلم، قولونا وين نمشي، ونحبوا المهرجان معنا كان يزمنا نباركو ونشجعوا إنه يواصل المهرجان هذا، مهم ومهم جدا في تونس، وان شاء الله دائما من حسن الى احسن. وي راضين على رواحنا برشا برضا وفرحه الجمهور اللي جاء الليله واللي جاء كل ليله، حكيت عليها في الاختتام وقلت لا ربما لا يمكننا اقامه الدوره القادمه في هذا الفضاء. ما تتصورش جاتني عباد من جمعيات من كذا، قالوا لا نحن سنقف معك، اعمل اللي تحب واحنا رانا معك باش نقعد هذا الفضاء. مستحيل نقفوا ضد هالشيء ذي، بطرق سلمية، بالميديا، بكل شيء، بالانجيوز نقفوا للشيء ذي، خطر هذي شنو قاعد لنا متنفس، سمحني شنو اللي عنا ضغط العمل، ضغط الاكونومي، الاقتصاد، هذي الفن هو المتنفس الوحيد متاعنا، وهذي خاصة الكراكة فتحت أبوابها لكل الطبقات، ما كانتش كان حكر على الناس الغنيين، وكي نحيوهن شنو قعد لنا، راهو حضاره ولا سوسيتي من غير فن ما عندها حتى قيمه، فلحنا ضد هالشيء هذا. الدوره كانت ناجحه جدا، اللي خلت العباد تحلم او باش تنتظر دوره قادمه في هذا المكان بالذات. شو بالنسبه للمسؤولين الكل يقع استدعائهم، اليوم انا استغربت نوعا ما غياب بعض المسؤولين رغم أن وقع استدعائهم والأسباب الحق ما نعرفهاش، ربما منشغلين لم يقع الاعتذار. بالنسبة لمدام الإمام هي كانت رئيس البلدية، وقفت وقفة حازمة ووقفة كبيرة مع المهرجان في الدورات، لأن شديتهم احنا شردت هي البلدية، أنا شديت المهرجان، معناها كانت 5 سنوات هي بدأت البلدية وبدأت المهرجان، يعني ظلت برشا صعوبات، عاونتنا على كل المستويات، مرحب بها جدا، وقداش فرحت أنك شفتها وجيت في الافتتاح وجيت في الاختتام. السيد النائب أنا دعوته شخصيا ودعوت بقية النواب ولبى الدعوة، واليوم على الأقل فما مسؤول يمثل الدولة بطريقة بأخرى قام ب تكريم شخصيات ولا المستشارين اللي جاوا. ثاني أكبر مهرجان بالضاحية الشمالية وتونس، التجربة نجحت والحمد لله. الدورة 48 من مهرجان البحر الأبيض المتوسط.